الاستاذات والاستاذ الاساتذه السلام عليكم. الى شفتوا البارح خرجت واحد لوبسيون مهمه بزاف كاينه في مسار، غادي نشوفوها مهمه وخصنا نديروا لها شي حل، اللي هي كتعلق ب الى دخلنا المسار مشيت للمنيو غتلقى انشاء اقسام افتراضيه او لا فيرتشوال كلاس رومز. هاد المساله خرجت غير البارح هاد لوبسيون، والمفروض الاساتذه انهم يديروهم كلها، حيت كاين الاساتذه كيدو تمارا كيخدموا هاد الايامات، شي يدير الواتساب، شي يدير الفيسبوك، شي يدير اللايف، وهاد التمارا كلها ملي انك كتسينيالا بلي ما عندكش هاد الاقسام الافتراضيه ندخلوا دابا كنلقاو كتحدد لنا شنو التعليم عندك على حسب التدريس ديالك، عام ولا خاص ولا مهني، واش الثانوي ولا الكوليج، والاقسام اللي عندك. من بعد الماده كدير بحث كتلقى الاقسام ديالك، تتكليك على واحد فيهم وكاينه هذه القضيه هذه اللي هي يتوفر على قسم افتراضي لا هذه لا هذه، هي اللي خصنا نحيدو ونتخلصوا منها. علاش؟ حيت راها فلاغون، يعني راه كتسينيالي الاكاديمي ولا المديريه ولا هذا باللي راه بحال ما كدير والو في الدار، ما كتخدمش مع التلاميذ، ما دارش اقسام افتراضيه، ولا كانوا شي احصائيات ولا شي حاجه غادي تبان باللي راه بحال انت ما كانش معاهم. لوبسيون خرجت البارح، درت مسار البارح، دونك باش نحيدوها غنطلعوا الفوق وغادي خصنا نسجلوا في المنصه ديال مايكروسوفت تيمز. هاد مايكروسوفت تيمز هادي راه ماشي جديده، راه ديجا مايكروسوفت عندها اتفاقيه مع وزاره التربيه الوطنيه تقريبا من 2010، اللي من خلالها كتوفر ولا كتخول الاساتذه باش انهم يستعملوا المايكروسوفت اوفيس، الوورد والاكسل والباوربوينت، كيستعملوا فابور يعني غراتوي اترافيغ مايكروسوفت 365. دونك باش نحيدوا هاد لا هادي غادي خصنا نسجلوا في مايكروسوفت تيمز. دونك يلا معايا ندخلوا للموقع ديالهم ونشوفوا الطريقه باش تتسجل ونزيدوا تلامد، حيت الا ما زدنا تلامد وما كريناش القسم الافتراضي راه ما غاديش يبان هنايا فاسميتو في المسار. الوغ اون كومونس. دونك غندخلوا لجوجل غنديروا مايكروسوفت تيمز، ومن بعد غتلقى هنا لي برودوود اوفيس، وهذا هو فيهم هو مايكروسوفت اوفيس. سينو غادي دير teams.microsoft.com. دونك ندخلوا هنايا، من بعد كيسولنا واش غنستخدموا هاد مايكروسوفت تيمز للبزنس ولا ليكول مدرسه، دونك غنديروا فور ايديوكيشن. ملي كنديروا هذيك القضيه كيعطينا اشنو ممكن لينا نديروا. الوغ هنايا تيقول لك غادي يمكن لك انك تدير collaborative classrooms connecting professional learning communities and connecting with colleagues when you get office 365 etc etc. يعني يمكن لك دير لايف مع لي ستوديون كلهم ان ميم طون، ماشي غير واحد واحد etc. دونك هنايا غدير الايميل ديالك ديال تعليم.ma. دونك هنايا غادي دير الايميل ديال المدرسه ديالك ولا الليسي ديالك، يعني ديال تعليم.ma اللي كتخدم في مسار. دونك محمد بوان مسمية ومن بعد الكنية وفي الاخر اروباس تعليم بوان ام ام. get started. هنا كتحدد واش انت ايتوديون ولا تيتشر. الوغ تيتشر، من بعد هنا كيطلب منك انك دير ساين اب مع مايكروسوفت باش يمكن نعطيك هذاك المايكروسوفت اوفيس فابور اللي هو الوورد والاكسل والباوربوينت، تلشارجي او لا تستعملو اونلاين مع مايكروسوفت تيمز في اللايف مع التلاميذ ايتترا. دونك ساين اب او لا سانسكري وكيديك للتعليم بوان ام ا. هنا غدير المود باس ديالك اللي كتستعمل مع مسار، ومن بعد هنا واحد الخطوه مهمه بزاف امنيه كتعلق بايميل جديد اخر غتعطي ليهم عندك ديجا، باش الا جاب الله تنسيتي المود باس ديال هاد تعليم بوان ام ا كيصيفطوا لك فيه. وتقريبا تقدر تنساه حيت ديال المسار كيتبدل، ولكن داك باش سجلت مع مايكروسوفت محال. دونك دونت لوز يور اكسس تو يور اكونت،
غادي يطلبوا منك غير انك تعطيهم شي ايميل اخر جديد اند ذاتس ات. الو غادي نختار وحده من هاد الزوج، يا اما نعطوهم ايميل ديجا عندنا باش يصيفطوا لنا فيه المود باس اللي تنسى، ولا نديروا واحد كيستيون ديال سيكوريتي باش اللي تنسى المود باس يصيفطوا لينا. دونك نعطوهم الايميل اللي هو ديجا موجود وسهل، ومن بعد غيصيفطوا لنا واحد الكود للايميل ديالنا اللي عاد عطيناهم باش يفيريفيو واش غادي يوصلنا المود باس اللي جاب الله تنسى لينا. دونك على الايميل جا ندخلوا لا لازون سيكوريزي. دونك ها الايميل جا نيابه على المينيستير دو ليديكاسيون ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. فيريفاي كتاخذ الكود ها هو كابي، ومن بعد كترجع وكنديروا الكود ديالنا ديال الفيريفيكاسيون. فيريفاي هنا لا حيت ماشي مود باس غير كود فيريفيكاسيون. فينيش هنا ما تدير والو، كدير غير ستارت. كيسولك واش غنصيفط لك الاشهارات اولا لي برودوي جداد ديالنا، دونك ستارت ما نحتاجوش. دابا تسجلنا مع الاوفيس 365 يعني بالنسبه للبرودوي، وحتى هنايا ما نحتاجوش. هنا غير باش تانفيتي الاساتذه اللي عندهم تعليم بوين ا باش يستافدوا من هذا الاوفيس هذا. دونك سكيب وصافي تسجلنا دابا في المايكروسوفت اوفيس. اي فوالا صافي. من بعد كنديرو تيمز ات مايكروسوفت بوان كوم حيت ديجا تسجلنا، ودابا صافي راه دخلنا. اللي بقى لينا هو انستاليو لابليكاسيون. دونك ملي كتدخل مايكروسوفت تيمز من البورتابل ديالك ما غاديش يتفتح حيت هنا لا فيرسون ديال البي سي سافو ديال البراوزر او لا داك المتصفح، تيقول لك اودي انستالي لابليكاسيون باش تستعملها في البورتابل. الا ما بغيتيش تستعمل لابليكاسيون كتمشي للبي سي وكدير مايكروسوفت تيم وكتيليشارجي اللوجيسيال ديالهم، او لا كتستعمل المتصفح اللي يمكن لك منه تكري الكلاس روم ديال تلامد وتاجوتي تلامد بالرقم ديال المسار. دونك انا غنتيليشارجي لابليكاسيون باقي. دونك انستال مايكروسوفت تيمز ها هو تيتانستالا. صافي ها هو تيليشارجا. دونك لانستالاسيون اون كور. فوالا ها هو تانستالا. اوبن افتح بيان سور. غادي تدخل بالمايكروسوفت تيمز ديالك اللي هو داك التعليم بوان ام ا. دونك ساين ان يعني سو كونيكتي ماشي سانسكريير حيت ديجا عندها سميتو. هنايا كدير الايميل ديال التعليم بوان ام ا ماشي ديال سميتو ديال جوجل الايميل الاخر. دونك ساين ان وذ ديفرنت اكونت كتهبط لتحت وكتختار هذه. الوغ كتحيد هذا وكدير اروباس تعليم بوان ام ا. وهنايا كدير المود باس ديال مسار، وراه ديجا بينو لكم هنايا ها هو. كدير من بعد ساين ان اولا سو كونيكتي شي اشهار. شنو ممكن لك دير بمايكروسوفت تيمز؟ ممكن لك دير جروب كونفرسيشنز يعني تهضروا اونسومبل اون جروب في اللايف بالكاميرا ايتترا ايتترا. دونك هادشي راه غادي يبان لك هنايا. الوغ يعني تتيح لك المحادثات الجماعيه مشاركه المحتوى بسرعه والتاكد من سماع كل صوت. ويمكن لك اللايف ماشي غير تبين وجهك، يمكن لك انك تبين ليكرون ديال البي سي او ديال البورطابل وتبين الباوربوينت بريزنتيشنز ايتترا ايتترا. نيكست غات فوالا. دابا تكريا. دونك ملي وصلنا لهاد المرحله هذه كما قلنا باش نحيدوا ديك لا ما عندكش كلاس روم افتراضي في مسار، غنبداو غنمشيو ديريكت التيمز وغادي نكليكو عليها، ومن بعد غادي نكليك على ثلاث نقاط
وكنديروا create new team لا create une équipe بالفرنسي. كنختاروا النوع ديالها اللي هو classroom. غنسمي هذا الكلاس هذا par exemple deuxième bac. ومن بعد description optionnelle ما تهمش صافي. درنا هذيك القضيه اشنو كيبقى من بعد؟ كتكليك على تيك هذه الفوقانيه هذه ها هي. من بعد كي انفيتينا باش نكريو لا ليست ديال التلامذ اللي عندنا. دونك هنايا باش نزيدو هاد التلامذ هادو كنرجعو للمسار وكنمشيو للمسار في المكان غادي نعاودو نسجلو ندخلو له حيت غادي اكسبيرا. وكنمشيو للمنيو وكنكليكو على لائحة التلاميذ. ومن بعد ناوي تأهيلي الثانية بكالوريا آداب. هنايا هي هذه بحث وهنا غادي يعطينا التلامذ بالاسماء ديالهم وبالارقام ديال المسار. غادي نكوبيو هذا الرقم هذا ديال المسار ومن بعد غادي نمشيو لتيمز وغنجيتيو هنايا. ملي كنجيتيو كيقترح علينا اوتوماتيكمون السميه ديال التلميذ حيت مايكروسوفت تيمز مكونيكتي مع مسار في الداخل ديالو. دونك اقترح علينا ديجا السميه ديال التلميذ واش هو هذا تنقولوا ليه هو كنختاروا ها الاول. فوالا دونك باش نسهل عليا المساله غادي نطلع هاد لاباج للفوق ومن بعد غنهبط هذه لتحت وغادي يبقى يبانو هادو هنايا الرقم 5. نهزو ديريكت ونجيبو حتى هو هنايا ومن بعد الاخر حتى هو نجيبو ديريكت ومن بعد لا ميم شوز. فوالا فوالا كندوزو هادشي هكدا ديريكت كيقترح علينا السمية وكتأجوطا هاد البورتابل نفع شوية واخا غالي مي فلوسو حررهم تبارك الله عليه. آخرهم هو هذا. دونك تيمز تزادو هنا ما صار عندنا ما نديرو بيه نطلعو سميتو نسدوه. ومن بعد كنكليكيو على هنايا سبميت باسيس نيو ريكويست. ودابا هاد دوزيام باك ارت تكريا ملي كتجي لهاد تيمز هادي كيبانو ليك هاد الاقسام ديالك مانج تيمز. دونك كتلقى الاسماء الكلاس ديال كاع الناس اللي فيه باك 2020 باك 2020 كلهم هنايا. دونك كنخرجو دابا ملي درنا هاد الكلاس هذا غنرجعو للمسار غنمشيو للمنيو انشاء اقسام افتراضيه وغادي نشوفو ثانوي تاهيلي ثانيه بكالوريا اداب انجليزيه بحث وغنكليكو على هاد بلس. مي ميم هاد الاداب اللي عندي انايا واخا كريت لي القسم ما غاديش تبان لك نعم حتى تكليك على هذا البوطون هذا هذا البوطون اللي هنايا انشاء اقسام افتراضيه حيت هذا البوطون هو اللي كيدير لي ميساجور مع مايكروسوفت تيمز باش يشوف واش كريتي عندهم ولا لا. مي في البورتابل راه ما غاديش يخدم لك ملي كتكليك على هنايا انشاء اقسام افتراضيه ما كيخدمش حيت هاد لوبسيون هذه ما خداماش في البراوزر في المتصفح ديال البورتابل. دونك داكشي علاش مشيت لهنايا للبي سي راه صورتها وكاينه في البي سي. الوغ هنايا كتلقى ملي كتكليك عليها تيقول لك اودي تم انشاء الاقسام الافتراضيه بنجاح. وهنايا بالاساتذه كان عندي نعم الا كتب لكم هنايا بالنسبه للاخرين لا. الوغ دونك ضروري انكم تكليكيو على هاد القضيه ديال انشاء اقسام افتراضيه باش يمكن لكم تفعلوا داك القسم اللي ديجا كرييتوه في مايكروسوفت تيمز. دونك هنايا لحد الان قلت لكم هنا عندي لا في الاقسام الاخرين حيت القسم اللي كرييت هو ديال اداب اللي هو ثانيه باك اداب اللي كندير بحث كيخرج هنايا وداك البوطون الخضر غبر
ما كانش في ثانيه اداب حيت ديجا كرييتو في مايكروسوفت تيمز لقسم التكريه، اللهم نحتاج داك البوطون هنايا. الا كليكيت على بلس عندي نعم اللي هي هنايا. دونك هاد لا بارتي راه سالات، نتمنوا تكونوا استفدتوا منها. لا دوزيام بارتي غادي تكون كيفاش نستعملوا مايكروسوفت تيمز في اللايف في القسم، باش نتواصلوا مع التلاميذ وكنهضروا معاهم ويهضروا معنا، ويكون بحال القسم هما كيهضروا وانا كنهضر، دي باغ اكزومبل مكالمات مع التلاميذ اونصومبل كلهم، و باغ اكزومبل تستعمل الكاميرا لايف تهضر معاهم، و باغ اكزومبل دير بزاف الحوايج. الكالندر هنا كتحدد امتى غادي يكون شي ميتين، امتى غادي تعلن عليه، اش منها اش من وقيته باش كلشي يتجمع، وباش انكم ديروا هذاك داك اللايف اللي كلشي كيهضر فيه، وبحال القسم يمكن لك تسمع كلشي وكلشي يمكن له يسمع الاخرين اللي في الكلاس ويشوفوا بعضياتهم ايتترا ايتترا. دونك ديسكارد تشات اكتيفيتي تيمز اوفايلبل ماشي اوفايلبل، شكون انايا دونك مونسينيون اون كلاس، دونك كنتحكم في بزاف الحوايج وراه سهله القضيه. نتمنى غير التلاميذ يكونوا واجدين باش نتواصلوا، وديك الساعه تشوفوا التجربه كتكون ان شاء الله. يلا سي يو ان ذا نيكست وان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.